كيفية السحب باستخدام بطاقة إيكويتي المدفوعة مسبقاً. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل، اضغط على سحوبات ثم بطاقة إيكويتي ماستر كارد المدفوعة مسبقاً. قم باختيار الحساب الذي ترغب بالسحب منه. قم بإدخال المبلغ المراد سحبه. أدخل أي تفاصيل أخرى ترغب بإضافتها، ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة ببوابة العميل الخاصة بك. اضغط على إرسال لاستكمال الإجراءات بنجاح. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.